احنا ممكن نعمل الشاي قبل الفاصل. ماشي، هنعمل شاي مثلج بالخوخ. المقادير بتاعتنا 4 معالق شاي خشن، 5 خوخات، وهنستعمل فانيليا. الخوخ يا ريت يكون طري، الخوخ الطري طبعا افضل كتير علشان هيبقى اسهل لك. وهستعمل عصير نص ليمونه، هستعمل مكعبات ثلج، هستعمل شرايح ليمون ازين بيها، وهستعمل برضو ورق نعناع ازين بيه. خلاص، وهاجي بقى اقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه بغلي الشاي اهو، بغلي الشاي مع الميه، يعني بحط مثلا على اربع معالق شاي 3 كوبايات ميه واغليهم واسيبه يبرد خالص كده. اوكي، وبعد كده بصفيه، برد خالص، اصل هو لو ما بردش مش هينفع ايس تي، بوظنا الدنيا، فلازم يبرد، وممكن احطه في التلاجة كمان. اهو خلاص، شايفين اهو، ادي الشاي وتفل الشاي طبعا بشيله. يبقى انا بغلي الشاي، بغلي شاي عادي واسيبه يبرد تماما، وبعد كده باجي الخوخ بتاعي بقشره. اسهل طريقه لتقشير الخوخ ان انت تغطسيه في ميه مغليه، ميه مغليه 2 دقيقة وتروحي مقشره، القشره هتطلع معاكي بسهوله. اوكي، وبقطعه بالشكل ده. خلاص، هاجي اعمل ايه؟ هجيب حله هحط فيها الخوخ، الخوخ هشيل منه، هسيب منه شويه علشان ازوق بيهم الكوبايات، لو عايزه، مش عايزه خلاص مش مشكله. اوكي، هاجي بقى احط على الخوخ السكر والفانيليا والليمون، واحطه على النار لغايه السكر ما يدوب، بس السكر يدوب. خلاص، انا محتاجه الهراسه اللي هي بتاعه البطاطس اللي بتهرس الثوم. بصوا، مجرد السكر يدوب، انا مش عايزاه يطبخ، يعني مش هطبخ الخوخ، الهراسه ههرس الخوخ، هرسه. ليه بهرسه؟ علشان انا مش عايزه اضرب في الخلاط كتير، انا عايزاه لفه علشان يفضل فيه حتت من الخوخ. لو انت عايزه تعمليه اللي هو زي العلب بتاعت بره هنهرسه جامد، لو انت عايزه تعمليه زي المشروب، اصل انا مش قادره اقول اسامي طبعا علشان ما تبقاش ايه دعايه. ادي نص الشاي هحطه، وهحط واحده من التلج. طبعا السكر حطيته مع الخوخ على النار خلاص. هاجي بقى الشويه اللي انا شايلهم عشان ازوق بيهم اهم، دول بقى محتاجين هرسه جد، بهرسهم، ما انا مش عايزه احطهم كتل، انا بهرسهم اهو كده، اهو كده. علشان يبقوا، عشان كده بقول الخوخ الطري افضل طبعا، بيبقى اسهل في الهرس. بس ايوه خلاص، انا خلاص كده هحط هنا الشاي علشان لما اجي اصفي يبقى سهل ان انا اصفيه، يبقى خفيف. وهاجي
هو مش محتاج يتصفى يعني، هو اوريدي خلاص، بس برضو انا هصفيه، بس هو مش محتاج. الايس تي في جنوب امريكا يعني نورث كارولاينا وساوث كارولاينا والمناطق دي هو المشروب الرسمي يعني، ما فيش بقى المشروبات الغازيه والكلام ده، الايس تي هناك اكتر حاجه بتتقدم. وحتى هنا ابتدى في مصر ينتشر، زمان ما كانش معروف، دلوقتي الشباب الصغير كله ابتدى. بصوا انا هشيل ده كله، هاجي بقى اقدمه ازاي. هجيب لو انا هنجيب، هحط اول حاجه الخوخ اللي انا هرسته اهو، وبعد كده هحط التلج. طبعا ده كله هينزل مع مع الشاي. وارجع اقول السكر اختياري، بسم الله الرحمن الرحيم. السكر فيه اختياري، و عايزه بقى كده كنوع من الديكور معاها، مش اكتر، وفي شويه كمان احطهم بس كده اهو. وادي الايس تي. عايزه ابص بقى على الرز اخباره ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نجيبه، بصوا بقى انا عايزه اوريكم اللون اللي انا كنت بقول عليه، عشان كده انا سلقته عشان يستوي، هو كده استوى، بس هوريكم من تحت ومن فوق. بسم الله، بصوا بص الرز بقى لونين، لون تحت غير اللون بتاع فوق اهو، فلما يتقلب يتقلب يبقى لونين. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.